هذا كان بس البطوله هذه. المرتبة الأولى على الرياضة النادي عبد الرحمن، المرتبة الثانية على ثلاثية عبد الحسين، المرتبة الثالثة على الابتداء النادي محمد مدرون. المرتبة الأولى على الهلال الرياضي دبان زكريا، المرتبة الثانية على الهلال الرياضي زهرة بن يونس، أشبال، المرتبة الأولى على الهلال الرياضي بن زهرة صهيب، المرتبة الثانية على الهلال الرياضي عثمان عبد الرؤوف، المرتبة الثالثة على الهلال الرياضي هشام هشام. المرتبة الثانية على الهلال الرياضي تلاخي صهيب. المرتبة الثانية على الهلال الرياضي سماتي عبد الحسن. الهلال الرياضي غسان زكريا. المرتبة الثالثة على الهلال الرياضي عثمان عبد الرؤوف. الرياضي بن زهرة صهيب تحصل على حزام أبيض، نزيان كاب فريق أحمر، والمرمود جبت الحزام بتاعك معاه. أنت تفضل، تحصل على حزام أبيض وحزام كب فريق أحمر. تحصل على حزام أبيض وحزام كب أحمر. حصل على حزام أبيض ومركب روج. ثم جاء عبد الحسين حصل على حزام أبيض ومركب روج. هيا عبد الحسين. الرياضي بن محمود يوسف حصل على حزام أبيض ومركب. هيا محمد. رياضي من زهرة بن يوسف تحصل على حزام أبيض وحزام كف. مجدوب عبد القادر تحصل على حزام أبيض وحزام كف روج. أنا رياضي حمادي حصل على حزام أبيض أو سكب أزرق. بارك الله فيك بعد تلك الله إن شاء الله.